من بدري يا عبد الله احمد، من البحرين لين في الطياره، يعني طيران الخليج. هنا كان عندي الم واجد، يعني وانا امشي وانا انام الالم ما يروح، اشرب حبوب بعد ما يروح الالم، احط كريم ما يروح الالم. 4 سنوات لان صار لي حادث سياره، صرت بالغيبوبه، كسرت الفقرات من ظهري كامل، 5 فقرات. قالوا بيسوني عملية في البحرين، بس أنا ما سويت في البحرين، يعني مو مضمونة عملية في البحرين. فجينا هني وقالوا عملية في تايلاند وايد زينة. هنا أفكر إنه يعني أصير زينة وما أصير زينة بعد العملية، قلت أخاف ما أقدر أمشي بعد العملية. الحمد لله ثاني يوم يعني الحمد لله مشيت، يعني عندي ألم قليل، بس بعد يومين ثلاث أسبوع راح الألم. أقدر أوقف، أقدر أمشي. أول ما كنت أقدر أوقف، ما كنت أقدر أمشي مسافة، بس من هنا أتعب، يعني ألم عنيق، ألم يعني واجد مو شوي، يعني الحين عادي. يعني أي في ناس قالوا لي شيل عمليتك، قلت لهم أوكي كل شيء مضبوط، قالوا عطينا العنوان عشان إحنا نجي، أقرباي في الكويت.